سعد بن حبتة الذي قد مر في أحد يلمال للم الغراح، حبتة بنت مالك من حي عمرو بن عوف سادة النبي، واسم أبي سعد بجير يلمى إلى معاوية نجل سلمى، وفي بني عمرو بن عوف ينجلي بالحلف عده وهو بجل. قاتل في الأحزاب أحسن قتال، وإذ رأى ذلك خير الرسل قال: من أنت يا فتى؟ فقال سعد، قال: اقترب. فجاء سعد يعدو، ثم دعا الله له من بعد إمرار كفه برأس سعد طوبى لسعد ذي المزايا، وأبو يوسف القاضي إليه ينسب بالمصطفى، وسعد بن حبتة هبلي في الدارين أسمى رتبتي.